مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج ما وراء الحدث، نخصصها للعلاقات المغربيه الجزائريه على ضوء مضامين الخطاب الملكي بمناسبه عيد العرش. في هذا السياق شدد العاهل المغربي على ان الحدود التي تفرق بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري لن تكون ابدا حدودا تغلق اجواء التواصل والتفاهم بينهما، مؤكدا حرص المغرب على الخروج من هذا الوضع وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين. وعبر الملك محمد السادس في خطاب العرش عن تطلعه للعمل مع الرئاسه الجزائريه لان يضع المغرب والجزائر يدا في يد لاقامه علاقات طبيعيه بين شعبين شقيقين تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية والمصير المشترك. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، وينضم إلينا أيضا من سلا الأستاذ الحسين قنون رئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية، وينضم إلينا من شفشاون الأستاذ نوفل المعمري الفاعل الحقوقي. ضيوفنا الكرام، شكرا لانضمامكم إلينا، أرحب بكم. أبدأ معكم أستاذ العباس الوردي. في الحديث الذي جاء في متن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، في سياق الحديث عن العلاقات المغربية الجزائرية، لا بد من الانتباه أيضا إلى جملة أساسية سبقت هذا الحديث، وهي حديث العاهل المغربي عن أنه المغرب حريص على النهوض بأوضاعه الاقتصادية، حرصه أيضا على معالجة أولويات المغرب على الصعيدين الجهوي والدولي، وهنا بالذات ورد الحديث عن العلاقات المغربية الجزائرية، جاء في سياق الحديث عن أولويات المغرب على الصعيدين الجهوي والدولي، ما دلالة ذلك؟ حقيقة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس حفظه الله عرش أسلافه الميامين كانت بمثابة درس من دروس الديمقراطية على المستويين الجهوي وكذلك القاري والإقليمي. كيف ذلك؟ اعتبارا من أن جلالة الملك يؤكد مرات عدة وفي هذه المرة مأسسة الخطاب تجاه الجارة الجزائرية على أنه لا مناص من إعادة فتح منصة التفاعل وكذلك التحدث بصوت مرتفع حول مجموعة من القضايا المصيرية التي تربط لا المغرب بالجزائر وكذلك الجزائر بالمغرب، اعتبارا من أن الدولتين تجمعهما علاقة الجوار إضافة إلى الهوية العربية وكذلك الإسلامية وكذلك اعتبارا لإقليمية القضايا التي لا بد من أن تدافع عليها المملكة المغربية كما ستدافع عنها الجارة الجزائرية من خلال انتمائهما إلى نفس الحظيرة، حظيرة المغرب العربي. مرة أخرى نرجع إلى مجموعة من الخطب الملكية السامية ولكن نصلها بهذا الخطاب الملكي السامي، لأن هناك أحد الخطب الملكية السامية لسنة 2018 التي تحدث فيها جلالة الملك عن بناء علاقات وجسور للتفاوض وكذلك للتعاون وكذلك لتبادل الرؤى حول مجموعة من القضايا المصيرية وكذلك مجموعة من القضايا المشتركة بين البلدين من خلال الدعوة إلى إقامة لجنة لتشاور بين الجانبين يشد عددها. كون هذا الخطاب الملكي السامي الذي خاطب فيه جلالة الملك رئاسة بطبيعة الحال الدولة الجزائرية، وفي تلكم إشارة على أن جلالة الملك لا يريد ولن يغلق الباب أمام الجار، وعلى أن الجار له حظوة لدى جلالة الملك ولدى الملك وكذلك الشعب، اعتبارا من أن للمغرب أولا روابط تاريخية تجمعه بالشقيقة الجزائرية. لا ننسى ما قدمته المملكة المغربية لجبهة التحرير الجزائرية من خلال تقديم الدعم وكذلك المساندة من أجل طرد المستعمر الفرنسي آنذاك، وكذلك من خلال مجموعة من العلاقات التي لم تخلو من مجموعة من المشاكل التي استطاعت الدولتان غير ممر تجاوزها. وبالتالي فجلالة الملك يؤكد على أن البعد الاستراتيجي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الباب، وعلى أن خدمة القضايا المشتركة لا بد لها أن تجد مكانا في الدبلوماسية، وهذا يعيد في أذهاننا إلى ما عرفته حتى المنظومة الدولية إبان انتهاء الحربين العالمية الأولى والثانية، على أن هذا الشنت لمؤتمرات دبلوماسية كان توجه من خلالها بناء مؤسسات دولية تسعى إلى إرساء الأمن وكذلك السلم على مستوى المنطقة. وبالتالي فهذه الدعوة الملكية السامية
فيها تسامح وفيها كذلك البناء المشترك وكذلك فيها الانتماء. شكرا. والشعور بالانتماء إلى الوطن العربي الذي تشكل كل من المملكة المغربية وكذلك الشقيقة الجزائرية جزءا لا يتجزأ منها. شكرا لك أستاذ العباس الوردي. أستاذ الحسين قنون، ما الذي يترجمه حضور العلاقات المغربية الجزائرية في متن الخطاب الملكي في الذكرى 23 لعيد العرش بهذه القوة وبهذه المعاني أيضا التي وردت بها؟ نعم أستاذ محمد، تحية لك ومن خلالك تحية للضيوف وللجميع. وأن الوقوف على خطاب سامي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله إنما يفيد إشارات بليغة وقوية، باعتبار هذا الخطاب هو خطاب الحكمة، هو خطاب العقل، هو خطاب تاريخي، هو خطاب ينم عن رغبة المملكة المغربية في شخص جلالة الملك محمد السادس في الذهاب قدما نحو المد اليد الممدودة البيضاء، وما يعني حرص جلالتي على ذكر هذه الدعوة في الخطاب العرش. ونحن نعلم أستاذ محمد والضيوف الكرام والسادة المشاهدات والمشاهدين، ما لخطاب العرش من قدسية وما له من دلالة وما له من رمزية حينما يؤكد صاحب جلالة على أمر في خطاب العرش وفي مضمونه إنما لأهميته القصوى لدى جلالته ولدى الدبلوماسية الملكية. الجانب الثاني، هناك قولة تقول كل ما تكرر تقرر، وأن خطاب العرش الماضي وصف جلالته الشعبين المغربي والجزائري بالشعبين التوأمين. هل يوجد وصف مجازي لغوي له من القيم المشتركة على مستوى التاريخ والجغرافيا والقيم والمصير المشترك والدين ووحدة المصير المشترك؟ وهذا هو الأهم بالنظر لكون نحن الآن أمام عالم يتشكل في نظام عالمي محفوف بالمخاطر، وأن تشكلات اقتصادية الجهوية والإقليمية وخاصة بين دول الجوار هي أولى لها من التكتل في محاولة إيجاد أمن إقليمي. وحينما أقول سي محمد أمن إقليمي الذي ينادي به صاحب الجلالة، لأنه يترافع ليس فقط على مصالح العليا للمملكة المغربية ولكن على المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية وللدول المغاربية وللدول الإفريقية في تعاون وفي تناغم مع كل الدول العظمى. وأن ما جاء في متن خطاب جلالة الملك إنما يبين على أن هذه الدولة الأمة، أقول حينما أقول دولة أمة لها تاريخ، لها أعراف، لها قيم، لها تاريخ، أنها لا تبادر برد الفعل، وإنما أنها تسعى إلى حسن الجوار، إلى حسن الجوار الذي من شأنه إن عاجلا أم آجلا سيستجيب القادة ويستجيب الشعوب. لأن نحن نعلم أن ما يربط الشعبين الشقيقين الجارين من قيم حضارية قل نظيرها على مستوى العالم، إنما يجمعها أكثر ما يفرقهم، وأن هذه يعني العلاقات التي كانت متوترة إنما هو طيب. استثناء وليس قاعدة، لأن ما جاء في الخطاب مفاده على أن الحدود المغلوقة هي غير طبيعية، بمعنى آخر ينبغي أن ترجع الأمور إلى مجراها طيب. وإلى التعاون الاقتصادي والتجاري والبيئي وما إلى ذلك. سنأتي إلى تفاصيل هذا الموقف أيضا. شكرا جزيلا لك أستاذ الحسين قنون. أستاذ نوفل البعمري، أنت كيف تقرأ هذا الموقف الذي ورد في الخطاب الملكي والذي بعباراته المباشرة بعباراته الإنسانية والنبيلة أيضا يتموقع فوق كل التوترات لنقول العارضة في العلاقات بين البلدين؟ دعني أشير بداية على كون خطاب العرش الحالي الذي أعاد فيه الملك المغرب توجه للجزائر قيادة وشعبا بيد الممدودة بفتح صفحة جديدة. هي ليست مرة الأولى، هذه رابع مرة يتحدث فيها الملك في خطاب رسمي، سواء تعلق الأمر بعيد العرش أو تعلق الأمر بثورة الملك والشعب أو تعلق الأمر بالمسيرة الخضراء، يتحدث فيها ويتوجه فيها إلى الشعب الجزائري وإلى القيادة الجزائرية بطي جل للخلافات وبالحوار لبناء فضاء مغاربي متكامل اقتصاديا وسياسيا وثقافيا.
نقول رابع مرة بمعنى أنه هناك إصرار مغربي على تجاوز هذا الوضع المعقد وهذا الوضع الذي وصفه الخطاب الملكي بوضع غير طبيعي، على اعتبار أنه العلاقة المغربية الجزائرية والروابط التي تجمع الشعب الجزائري بالشعب المغربي هي روابط تاريخية يتداخل فيها الديني، يتداخل فيها الثقافي، يتداخل فيها الاجتماعي، يتداخل فيها الإنساني، يتداخل فيها الأسري. هذه الروابط هي أكبر وأقوى من أي خلاف سياسي. المسألة الأساسية التي أشار إليها الملك في خطاب العرش، أعتقد على أنه يمكن وبإيجاز أنه قدم ثلاثة ديال الرسائل الأساسية. أولا، الملك عندما تحدث في بداية الخطاب على كون النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعلى معالجة الأولويات المغرب على الصعيد الجهوي، فالملك في هذه المقدمة للفقرة التي خصصها لخطاب العرش جعل من أولوي من العلاقة المغربية الجزائرية ومن تجاوز حالة القطيعة الموجودة حاليا السياسية والدبلوماسية التي فرضها النظام الجزائري للأسف، هي أولوية بالنسبة إلى المغرب، أولوية الخروج من هذه الوضعية الشادة، من هذه الوضعية الغير طبيعية. المسألة الثانية هي مسألة مرتبطة بالدعوة الملكية للمغاربة، خاصة على مستوى الاحتكاكات التي تتم في وسائل التواصل الاجتماعي، بالروح ديال الأخوة، بروح تضامن، بروح حسن جوار، بالقيم المغربية الأصيلة التي تعتمد وتنظر في الجار بمثابة الأخ مهما كانت ومهما يعني تلقينا بعض الإساءات التي نعتبرها عربية. المسألة الثالثة هي مسألة كذلك جد مهمة، هي رسالة ليس فقط للشعب المغربي ولكن للقيادة الجزائرية، للرئاسة الجزائرية. والملك قال بالضبط لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، وعندما يقول الملك في خطاب العرش يدا في يد فهو يعيد التذكير بالمبادرة الملكية تجاه القيادة الجزائرية التي أعلن فيها على كون المغرب قيادة ملكا وشعبا يده ممدودة للجزائر، كذلك قيادة وشعبا من أجل الحوار ومن أجل تجاوز كل التعقيدات التي طالت العلاقة المغربية الجزائرية، ومن أجل وضع المصالح الشعبين ومصالح الدولة الجزائرية ومصالح الدولة المغربية فوق كل اعتبار، ومن أجل كذلك وضع المصالح الشعوب المنطقة، شعوب شمال إفريقيا التي تعطل بناء الفضاء المغاربي بسبب هذه الإشكالات السياسية والإشكالات الدبلوماسية الموجودة ما بين الجزائر والمغرب. لذلك أعتقد أنه الخطاب الملكي كان شاملا من حيث وضعه العلاقة المغربية الجزائرية كأولوية خارجية على مستوى الجهوي، على مستوى الإقليمي، وضعه لأسس بناء علاقة معتمدة ومستندة على حسن الجوار، وكذلك تذكيره وتأكيده على مبادرة اليد الممدودة تجاه الرئاسة الجزائرية. شكرا لك أستاذ نوفل بعمري. أستاذ العباس الوردي، إلى أي مدى يفتح هذا الموقف الوارد في الخطاب الملكي أفق يمكن أن يكون بالفعل أفقا جديدا لهذه العلاقات؟ إلى أي مدى أيضا يكرس المنظور الاستراتيجي للمغرب لعلاقاته مع الجزائر؟ المغرب أخي الكريم بفضل الحكمة الملكية المتبصرة وكذلك أولويات التي استرجلت الملك خلال العهد الحديث تؤكد على أن المغرب يريد أولا أن يحيي العلاقات المغربية من خلال إعادة الاعتبار للاتحاد المغربي العربي الذي يعرف ركودا منذ 16 سنة بطبيعة الحال منذ سنة 1994، وكذلك بناء تحالفات وتقاطبات على مستوى المغرب العربي وشمال إفريقيا، اعتبارا أن التراكبات التي راكمها المغرب من خلال بناء علاقات متينة مع مجموعة دول هذه المنطقة تؤهله لأن يشارك الجزائر باعتبارها جارا لا يمكن لا للمغرب ولا للجزائر أن ينكر موقعه الجغرافي ولا التاريخي ولا كذلك الهوياتي ولا الديني ولا غير ذلك. إذا نحن كدولتين تجمعنا أولا وحدة المصير التنموي الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وكذلك المبني على البراغماتية، يعني الآن
العالم يشهد مجموعة من التحولات، الكل يبحث عن التحالف على أساس بناء مجموعة من الأصرحة التي تخدم هذا الجيل والأجيال المقبلة، وبالتالي فالاستباق والاستشراف هي أحد المقومات التي وضعت من خلالها المملكة المغربية بقيادة سيدنا جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على أن لا تعادي أحدا أولا، وعلى كذلك أن تساهم في بناء السلم والرخاء والأمن على مستوى العالم، فما بالك على مستوى المنطقة الجوار أي الشقيقة الجزائرية. وبالتالي فكل هذه الرسائل يمكننا أن نستشف من خلالها على أن جلالة الملك يضع دائما الأصبع على مجموعة من المواطن التي لا يمكن أن أسميها بمواطن الخلل، ولكن بالنقاط التي تؤثر على منحى ودينامية العلاقة وسلاستها باعتبار مجموعة من المقومات المشتركة التي سردتها قبل قليل. لا ننسى على أن للجزائر وللمغرب علاقات متينة، فكانت العلاقات لا أقول تنقطع ولكن تشهد شيئا من الترهل وترجع خاصة في عهدي بومديان وكذلك شادلي بن جديد وما تعاقب منهم من رؤساء، فلا أحد قد قام بنفي الدور الذي تلعبه الملكية المغربية ولا الرئاسة الجزائرية من خلال بناء علاقات تعترف بالموروث الثقافي والديني وكذلك الاقتصادي. الآن هذا الجوار يجب كما أشار إلى ذلك جلالة الملك أن نخلق من خلاله توأمة، هذا التوأمة يجب أن تخدم الجانبين وأن تخدم هذا الجيل والأجيال المقبلة عبر بناء منصة اقتصادية وكذلك سياسية للوصل بين الجانبين من خلال تجنب كل العثرات التي يمكنها أن تؤثر سلبا على دينامية هذه العلاقات وترك القضايا المدولة على رأس قضية الصحراء المغربية للأمم المتحدة ولمجلس الأمن لكي يقول كلمته الفيصل، لأن المسائل التي تعترض التواتر التنمية وكذلك استتباب بطبيعة الحال الرخاء على مستوى الدولي تجاوزت حتى كبريات الدول العملاقة في الاقتصاد العالمي. لا ننسى على أن بريطانيا أو التاج البريطاني كانت له مشاكل مع الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك الاتحاد السوفيتي سابقا أو روسيا الآن، فهي تتعامل على أكثر من صعيد، كذلك الصين وغيرها. إذن يجب أن نقتدي بهذا البارومترات التي تؤشر من خلالها مجموع دول العالم وخاصة تلك القوية اقتصاديا على أنها تتجاوز الصعاب من أجل خلق الرفاه الاقتصادي وكذلك الاجتماعي وبالأساس الحفاظ على الأمن الإقليمي والقاري. الآن المغرب العربي وشمال إفريقيا يشهد تهديدا حقيقيا من قبل الخلايا الإرهابية النائمة، وهذا شيء فطن له جلالة الملك غير ما مر وأكد من خلاله على جاهزية المملكة للاشتغال مع جميع الدول ومن بينها الجزائر بطبيعة الحال التي كذلك حدودها تشهد مجموعة من التحركات التي لا يمكن لأحد بطبيعة الحال أن يتنبأ بسلبياتها، وبالتالي فالتعاون ثم التعاون هو أساس هذه المرحلة، وكذلك لا أقول بطبيعة الحال التباهي عن الخلافات ولكن التحدث عنها بصوت مرتفع وترك المؤسسات المعنية بتدبيرها من أجل أن تقول كلمتها الفيصل. شكرا جزيلا لك أستاذ حسين قنون. الكثير من المحللين في الواقع قالوا أن العاهل المغربي الملك محمد السادس في الواقع وهو يتحدث عن العلاقات المغربية الجزائرية هو في الواقع يفتح مسار يمكن أن يؤدي في الواقع إلى علاقات طبيعية في سياق أجواء مغلقة، في سياق حدود مغلقة وغير ذلك. ماذا عن هذا الجانب الذي أيضا برز في هذا الخطاب وهو اهتمام العاهل المغربي بصيانة لنقول أجواء التفاهم والتواصل بين الشعبين على المستوى الشعبي، أن تصان قيم الأخوة والتضامن وأن تصان أيضا من محاولات بث الفتنة بين الشعبين؟ نعم، أحييك على هذا السؤال سي محمد، سؤال بليغ فيه من الدلالات ما يبلغنا على أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره إنما يشكل ذلك النموذج، ذلك القائد، إنما يقول المغرب يترافع على إفريقيا يترافع عليه من خلال المغرب ومن خلال قائد عظيم له من مقومات الحكمة والحلم والتسامح
والمد يد الممدودة البيضاء من غير سوء إلى الجيران وهم أولى بها. بالنظر لكون هذه المواصفات وهذه المعالم إنما تتجسد في شخص جلالة الملك باعتباره قائد للترافع على إفريقيا والعالم يشهد بها، إلا من كان له يعني جحود وناكر جميل. الجانب الثاني وهو أن جلالته بهذا الخطاب أنه أسس عن طريق الاستمرارية وعن طريق استرسال في الزمن وعن طريق التوجه الحكيم الذي لا رجعة فيه، وهو أن يعني يتماشى ونبض الشارع المغاربي بل والشارع الإفريقي الذي ينشد التنمية المستدامة والتي لا يمكن أن تتحقق بأي حال من الأحوال إلا بتوحيد يعني دول إفريقيا إن على مستوى شمالها أو جنوبها أو وسطها. ونحن نلاحظ أن المغرب لما دخل في الاستثمارات ودخل كفائل في الاتحاد الإفريقي وفي المجموعات الاقتصادية وفي المجموعات يعني ذات صلة بالاقتصاد وبالتنمية وبما كل ما هو اجتماعي وكل ما هو تنموي، أن كان المغرب دائما يأخذ فيه الريادة وكان يأخذ فيه المبادرة وكان فيه قوة اقتراحية غايته المتلى غايته الفضلة هو تحقيق العيش الكريم لكل سكان الأفارقة. وما ترافع المغرب بهذه الدرجة وبهذه الحنكة وبهذه الحكمة إنما مفادها ومصبها ومنبعها يكمن في الإشارات السامية الملكية البالغة المسترسلة على بحر الزمان. ذلكم أن الخطاب الملكي هو في القانون وفي علم السياسة إنما هو المهيكل، إنما هو الموجه الاستراتيجي، المعالم التي يمكن أن يأخذ بها شعوبا وحكام وقادة، على اعتبار أن الآن أصبح الإجماع لدى إفريقيا ولدى النخبة على وجه الخصوص، أقول النخبة الإفريقية بعد الدروس المستفادة من آثار كوفيد-19 ومن الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عنه من تدهور المعيشة وما ترتب عنه من زعزعة وتقلب تصدعات اقتصادية من شأنها أن أثرت على السلة الغذائية للعالم وعلى رأسهم المواد الحيوية ألا وهي مادة الطاقة ومادة الحبوب. وبالتالي أن المغرب في شخص جلالته لما نادى في غير مرة على أن حان لإفريقيا أن تعتمد على مدخراتها وعلى كفاءتها وعلى طاقتها وعلى عنصرها البشري وعلى نسائها ورجالها، إنما لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال المغرب الكبير، المغرب والجزائر باعتبارهم العمود الفقري للمغرب الكبير المغرب العربي، ومن خلال المغرب العربي المجموعات الاقتصادية الاتحاد الإفريقي المجموعات يعني الاجتماعية التي تذهب في اتجاه رفع من مستوى ومنسوب يعني الإنتاج الاقتصادي والخيرات الاقتصادية التي تمكن من إفريقيا الحصول على الأمن القاري والأمن القومي الإفريقي. ولا يمكن الوصول إلى الأمن القومي الإفريقي إلا بالحصول على الأمن الطاقي، الأمن الغذائي، الأمن الدوائي، الأمن بمفهومه العام. طيب. وهذا من طبيعة الحال أن المغرب أعطى فيه نموذج ومثال، لأن حينما نقول أن المغرب يترفع على الإفريقي إنما هو نموذج، وعلى طيب. النموذج الذي يقوده صاحب الجلالة إنما يعطي المثال في كل ما من شأنه أن طيب. يكون ذلكم عطفاً. نعم ذلكم يعني نعم أستاذ. عطفاً على هذا الكلام أستاذ الحسين جنون عذرا على المقاطعة، دعنا نشترك معنا أيضا نعم. أستاذ نوفل بعمري في هذه النقطة تحديدا، إلى أي مدى تشكل هذه الدعوة الملكية في خطاب العرش أيضا تعزيزا لمؤشرات السلام والاستقرار في المنطقة، والعاهل المغربي لنقول بأن من المعروف دوليا معروفة مساعيه من أجل تكريس السلام والتفاهم ليس فقط في هذه المنطقة ولكن أيضا التفاهم والتواصل الثقافي بين الشعوب والحضارات، أنت هل تقرأها من هذا المنظور أيضا؟ هو الذي يعزز ما طرحتموه الصديق محمد، هو الخطاب الملكي الذي أطر عودة المغرب للاتحاد الإفريقي. هذا الخطاب يمكن اعتباره مرجعي فيما يتعلق بتأطير النظري والتأطير الأخلاقي والتأطير القيمي للدبلوماسية المغربية الرسمية التي يقودها الملك على مستوى المحيط الخارجي في العلاقة مع الفاعلين الإقليميين، في العلاقة مع التكتلات الإقليمية، سواء تعلق الأمر بالاتحاد الإفريقي أو تعلق الأمر بالاتحاد الأوروبي.
أو تعلق الأمر بدولة جزائرية أو تعلق الأمر بالرؤية التي تحكم المغرب في إعادة بناء فضاء مغاربي قوي يحقق تطلعات شعوب شمال إفريقيا في الوحدة والتكامل والتضامن الاجتماعي والإنساني وفي الديمقراطية كذلك. أعتقد على أنه الخطاب الملكي فيما يتعلق بالدعوة التي وجهها الملك لطي مختلف الخلافات والتعقيدات التي طالت العلاقة المغربية الجزائرية طيلة هذه السنوات، خاصة بعد القرار الجزائري بقطع العلاقة الدبلوماسية مع المغرب ووقف الطيران من وإلى المغرب والجزائر والعديد من الإجراءات الأخرى التي اتخذتها للأسف السلطات الجزائرية في العلاقة مع المغرب. أعتقد على أنه المغرب لم يركن إلى ردود فعل، سواء كانت ردود فعل سياسية أو كانت ردود فعل عاطفية تجاه مختلف هذه القرارات الجزائرية، بل كان كلما كان هناك إصرار من طرف الجانب الآخر على اتجاه نحو التصعيد سواء كان إعلامي أو كان سياسي أو كان دبلوماسي كانت تقابله بالجانب المغربي شجاعة سياسية ودبلوماسية ملكية واضحة هي تعكس الاستراتيجية التي يقود بها الملك الدبلوماسية، هي تعكس الاستراتيجية التي يقود بها المغرب علاقات خارجية، هي تعكس كذلك الاستراتيجية التي يقود بها المغرب أو يدبر بها المغرب بعض الأزمات التي تفرض عليه وتتجه نحوه رغم كل المحاولات التي يقوم بها من أجل تفاديها. المغرب فيما يتعلق بهذه النقطة بالضبط هو واضح على كون الخلاف الذي يعني موجود اليوم بين المغرب والجزائر فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية وفيما يتعلق بمعالجة هذا النزاع المفتعل حول الأقاليم الصحراوية المغربية، الملك كان واضحا في هذه النقطة. هناك دعوة واضحة لكون لنترك جميع الأمم المتحدة ومجلس الأمن يقوم بدوره فيما يتعلق بمعالجة هذا الملف وبطي هذا الملف وفق لقرارات الأممية وفق الشرعية الدولية، ولنتجه معا سواء المغرب أو الجزائر قيادة وشعبا نحو بناء علاقات طبيعية نحو بناء علاقات متكاملة. الجميع اليوم مقتنع بكون بناء فضاء مغاربي قوي لا يمكن أن يتم إلا من خلال طي النزاع والإشكالات السياسية المطروحة ما بين المغرب والجزائر. الملك في هذا الخطاب وفي الخطابات السابقة التي منذ خطاب العرش لسنة 2019 إلى الآن هو يعكس هذه الرؤية ويعكس شجاعة سياسية من طرف المغرب، رغم أن المغرب هو المتضرر من كل ما تم القيام به طيلة 45 سنة اتجاه وحدته الترابية واتجاه وحدته الوطنية واتجاه الأقاليم الصحراوية الجنوبية، رغم كل ما تم القيام به طيلة 45 سنة من هذا النزاع المفتعل، المغرب والملك يتصرف بشجاعة سياسية كبيرة جدا اتجاه دولة جزائرية واتجاه نظام جزائري واتجاه رئاسة جزائرية. المغرب والملك المغرب يتصرف بأخلاق الملوك الكبار اتجاه الدولة الجزائرية في ضرورة عدم انجرار نحو صراعات هامشية والتقدم معا من أجل استجابة لمتطلعات شعوب المنطقة خاصة الشعبين المغربي الجزائري. وفي هذه النقطة بالضبط يعكس ما أشرتم إليه صديق محمد في بداية في أثناء طرح السؤال على كون الدبلوماسية المغربية والملك يقود دبلوماسية هادئة، دبلوماسية تعتمد وتستند على حسن الجوار وعلى السلم والأمن في المنطقة خاصة مع الأشقاء الجزائري. شكرا لك. هذا المنظور الذي ورد في خطاب العاهل المغربي بمناسبة ذكرى 23 لعيد العرش بالحديث عن العلاقات المغربية الجزائرية وطرح الحوار كآلية تمكن من استعادة علاقات طبيعية بين المغرب والجزائر هو فرصة للبلدين، لكن ما الذي يجسده أيضا لدول المنطقة المغاربية برمتها أستاذ العباس الوردي؟ قلتها غير مرة أخي الكريم وذكرت في بعرض حديثي عن العلاقات المغربية الجزائرية على أن الموقع الجيوسياسي لكل من
المملكة المغربية وبطبيعة الحال حدودها مع مجموعة من الدول الجوار، وكذلك نفس الشيء بالنسبة لدولة الجزائر في علاقتها بمحيطها مع مالي وكذلك النيجر وغيرها، تؤكدان على أن للدولتان بطبيعة الحال صبغة محورية في تدبير مجموعة من الآليات الكفيلة بخدمة مجموعة من القضايا، وعلى رأسها أولا الأمن وكذلك بطبيعة الحال الاقتصاد وكذلك الجانب السياسي. كل هذه العلاقات الثلاثية الأبعاد شاءت من خلالها المؤسسة الملكية وحكمة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلا أن تعطي مرات عدة للمنتظمة الدولية وكذلك لدول الجوار على أن المغرب ليست له عداوة مع الجزائر، بل على العكس من ذلك فهو يحافظ على ذلكم التوجه الرصين منذ 75-76 إلى الآن، والكل يشهد على أن للمملكة المغربية دور كبير في بناء علاقات المتينة مع دول الجوار. وبالتالي فالجار بطبيعة الحال لو دولة الجزائر، فجلالة الملك يريد من خلال هذه العلاقة المبنية على الجوار أن تصبح علاقة متينة تطوى من خلالها مجموعة من الخلافات التي بطبيعة الحال نتركها جانبا للشرعية الدولية وللقانون الدولي الذي هو الأدل وكذلك الكفيل بحلها على أساس المضامين التي يتضمنها القانون الدولي العام. الآن هذا الحوار الهادئ والبناء الذي أشرت من خلاله الدبلوماسية الملكية السامية غير ما مر على نهجها لسياسة اليد الممدودة وكذلك بطبيعة الحال تكريس بارومتر الهوية التاريخية الإسلامية العربية تجاه أشقائنا الجزائريين، هي فعلا حقيقة يجب أن نعترف بها كمغاربة نسير وراء العرش العلوي وراء توجيهات جلالة الملك محمد السادس من خلال بطبيعة الحال لعب أدوار طلائعية تجاه أشقائنا في الجزائر، لأن الدبلوماسية الحقيقية هي الدبلوماسية المواطنة. ماذا عن قيمة هذه الدعوة بالنسبة لدول المنطقة برمى ليس فقط للجزائر والمغرب، لدول المنطقة لشمال إفريقيا للاتحاد المغاربي أيضا؟ أكيد أخي الكريم على أنه المنطقة أولا تعرف مجموعة من التحركات، هناك تونس التي تعرف مجموعة من المتغيرات على مستوى الديمقراطي، هناك دستور جديد، كذلك هناك الشقيقة الليبية وكذلك بطبيعة الحال النهضة التي تعرفها الشقيقة الموريتانية، الأدوار التي لعبها ويلعبها المغرب من أجل بناء علاقات تبنى على أساس جسر للتفاوض وكذلك التعاون المبني على عدم التدخل في شؤون الداخلية للآخر. بالتالي فهذا التوجه الذي تسلكه المؤسسة الملكية ويسلكه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يؤشر على أنه لا مناص من العمل الجماعي والدؤوب بين جميع مكونات دول المغرب العربي وشمال إفريقيا، خاصة في هذه الظرفية بالذات أن يتحدث جلالة الملك محمد السادس في ذكرى غالية كعيد العرش في هذه الظرفية بالذات عن ضرورة بناء علاقات للتوأمة وللأخوة وكذلك لبناء المستقبل مع دولة جار، فتلك تعني الحظوة التي تحظى بها أولا الجزائر لدى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ولدى الشعب المغربي، وكذلك إرادة المؤسسة الملكية وإرادة جلالة الملك لعدم رهان المنطقة المغاربية ومنطقة شمال إفريقيا بنزاع مفتعل حول الصحراء المغربية، هو معروض أصلا على المنتظم الدولي على الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن في قرارات مستفيضة لا تصدر عن مجلس الأمن، وكذلك هناك بعتالي المينورسو، هناك كذلك مبعوث شخصي للأمين العام وغيرها من التوجهات التي يقبل بها المغرب الذي يعتبر بطبيعة الحال صاحب القضية رقم واحد. وبالتالي فكل هذه المؤشرات أشار من خلالها جلالة الملك على أن المغرب يعول الشيء الكثير على جميع الدول المغاربية، وكذلك يؤكد مرة أخرى على أن اللحمة لا يمكن أن تكتمل من دون الجزائر، وعلى أن البناء ومواصلة التنمية المغاربية وتنمية شمال إفريقيا لا يمكن أن تكون إلا بالكل
دون أن يخص هذا الكل جزء من أجزاء. وبطبيعة الحال نعتبر من خلال هذه الرسالة على أنها بطبيعة الحال عنوان عريض للسماحة وكذلك للبناء المشترك وكذلك لنظام عالمي جديد. طيب. بطبيعة الحال نبرة إقليمية وكذلك قارية. الآن نشهد على أن جميع دول العالم وحتى الكبرى منها تتصارع وتسارع الزمن من أجل البحث عن تحالفات جديدة. طيب. من أجل مواصلة البناء. وأساس أؤكد عليه على أن ما دام أن المغرب يشكل ذلكم النموذج الموثوق به من لدن مجموع دول العالم فعلى الجزائر أن تتلقى الإشارة بأن المغرب لم يخذلها ولن يخذلها وعلى أنه ماضي. دعني أنطلق من هذا الكلام أيضا بطبيعة الحال أستاذ عباس الوردي مشاركة على أساس السماحة. طيب دعني أنطلق من هذه النقطة تحديدا. والعاهل المغربي سبق أن قال بأن الشر لن يأتي أبدا للجزائر من المغرب. وهذه المرة أستاذ الحسين قنون في خطاب العرش هذا في الذكرى 23 يقول العاهل المغربي نحن لم ولن نسمح لأي أحد بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا يقصد الجزائر. هل هناك ضمانات أفضل من هذه تأتي من أعلى هرم الدولة لبناء الثقة لإظهار حسن النية الذي كما قلت أنت شيء إذا تكرر تقرر؟ نعم بكل تأكيد أستاذ محمد. وهو أن هذا المفهوم الجديد نحن أصبحنا الآن أمام جهاز مفاهيمي سامي وراقي له من القيم الجمالية ومن القيم الإنسانية ما لا يخطر على قلب بشر الذي يتفضل بها جلالة الملك في كل ما مرة وقد عودنا على ذلك. وهذا يتبين على أن الأمر له شقين اثنين، شق إيجابي وهي اليد الممدودة في بناء المغرب الكبير وبناء التنمية المستدامة وبناء التعاون على شتى مجالاته وفي كل تجلياته. الجانب المقابل وهو الجانب السلبي، نحن نقول في القانون الفعل إما أن يكون على شكل يعني أخذ مبادرة إيجابية أو على شكل امتناع سلبي. الجانب السلبي الذي هو بمفهوم النبيل أنه لن ولم يكن في المستقبل ولن يكون في لن يكون في المستقبل أن يضر الشعب الجزائري قيادة وشعبا ومؤسسات دستورية الشر من المغرب. وأن هذا بمفهوم المخالفة يقتضي بالتبعية وبالضرورة وبالمحصلة أن الشعب الجزائري إنما سيجلب الخير كل الخير من المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا. الجانب الثاني وهو أن جلالة الملك عود المغاربة والمغاربيين والإفريقيين بل والعالم على أنه دائما كان إلى جانب الدول المغاربية والإفريقية. نحن لاحظنا دور المغرب في القضية الليبية وما حدث أو أحدث به هذه القضية تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. ثم أنه من جانب آخر ما قام به جلالته على مستوى الشقيقة تونس لما تأثر اقتصادها نتيجة للربيع العربي الذي تحول إلى خريف مع الأسف، يعني جال يعني وصال جلالته في أسواق التونسية يعني بدون حراسة وبدون بروتوكولات. هذا أعطى للاقتصاد التونسي انتعاشا غير مسبوقة. الجانب الآخر أن المغرب دائما يمد اليد إلى الشقيقة موريتانيا ونحن نلاحظ التكامل والتناغم في بعده الشمولي وفي بعده الاجتماعي وفي بعده الإنساني. نحن لاحظنا على أن المغرب لما غلقت الحدود جراء آثار كوفيد 19 كان المغرب هو المبادر إلى مد إخوانه وأخواته الأشقاء الأفارقة والعرب بكل مقومات يعني التلقيح ومقومات الكمامة ومقومات ديال التعقيم وما إلى ذلك من إنتاج المغربي صرف. وهنا نقول بأن المغرب لما يترافع على أفريقيا ليس هذا شعار. طيب. هذه حقيقة ملموسة. وما الاستثمارات التي دخل بها المغرب على مستوى الأول على صعيد أفريقيا والثاني يعني على صعيد الثاني على أفريقيا والأول على صعيد غرب أفريقيا إنما يبين هذه النظرة الاستراتيجية الشمولية الكاملة التي من شأنها. طيب. أن تحول أفريقيا من قارة مستهلكة إلى قارة منتجة وهي قادرة على ذلك
بالنظر لما تزخر به من مقومات طبيعية ومن كفاءات بشرية قادرة أن تحصل ب يعني إن عاجلا أم آجلا على الأمن القومي الأفريقي وهي أحق بذلك. شكرا لك أستاذ حسين جنون. شكرا عذرا على المقاطعة لأن الوقت في الواقع يدركنا. أريد أن نشترك معنا أيضا الأستاذ نوفل البعمري الفاعل الحقوقي من شفشاون. العاهل المغربي قال صراحة نتطلع للعمل مع الرئاسة الجزائرية لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد لإقامة علاقات طبيعية بين شعبين شقيقين تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية وأيضا المصير المشترك. ماذا يقول السياق في ذلك؟ أولا السياق هو عندما ختم الملك هذه الفقرة بالمصير المشترك فأعتقد على أنه الوضع الحالي الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة جراء تداعيات الكورونا جراء ما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية أكيد على أنه المواجهة الفردية لكل هذه التداعيات هي مواجهة لن تستطيع أن تضمن لأي شعب الخروج آمن. بالتالي أعتقد على أنه الملك في هذه الفقرة بالضبط يستحضر مختلف التحديات المطروحة على دول المنطقة من أجل مواجهة مختلف التداعيات الوضع الذي يعيشه العالم سواء ما تعلق بما هو اقتصادي ما تعلق بما هو اجتماعي ما تعلق كذلك بالتحديات الأمنية المرتبطة بمواجهة التهديدات الإرهابية بمواجهة المنظمات الإجرامية العابرة للدول والقارات. لذلك أعتقد على أنه فيما يتعلق بهذه الفقرة بالضبط الملك أعاد عند استعماله يدا في يد وهو يخاطب الرئاسة الجزائرية أعتقد أنه أعاد التذكير ويعيد التذكير ويعيد التأكيد على المبادرة التي سبق أن أطلقها تجاه الدولة الجزائرية وتجاه الرئاسة الجزائرية مبادرة اليد ممدودة للعمل من أجل حوار مفتوح يعني بدون أي قيود بدون أي شروط مسبقة يعالج مختلف الإشكالات ويعالج مختلف النقط العالقة في العلاقة المغربية الجزائرية من أجل ما سماه للخطاب الملكي بإقامة علاقة طبيعية بين الشعب المغربي والشعب الجزائري وبين القيادة المغربية والقيادة الجزائرية لمواجهة هذه التحديات التي تطرحها السياقات المتداخلة التي تعيشها المنطقة وتعيشها العلاقة ما بين البلدين. لذلك أعتقد على أنه الملك اليوم في هذا الخطاب يعيد التذكير بالمبادرة تجاه الدولة الجزائرية ويعتبر على أنه من خلال إعادة التذكير بمبادرة اليد الممدودة على أن الأمر يتعلق بأولوية حقيقية وبأولوية صادقة من القيادة المغربية إلى القيادة الجزائرية وإلى الشعب الجزائري خاصة وأن الخطاب الملكي أكد على كون رغم وجود إغلاق الحدود ما بين المغرب والجزائر إلا أن هذا إغلاق الحدود لم يغلق يوما أواصر الروابط التي تجمع الشعب الجزائري بالشعب المغربي. هذه الروابط الإنسانية وهذه الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين هي تتجاوز في الكثير من اللحظات الأزمات التي قد تطفو إلى السطح ما بين المغرب والجزائر. بالتالي أعتقد على أنه سياسة اليد الممدودة والدعوة الملكية هي تستجيب أولا لتطلعات الشعبين هي تستجيب لتطلع الشعب الجزائري بداية في بناء علاقة جزائرية مغربية طبيعية هي تستجيب كذلك لكل النداءات المغربية من كل النداءات المغربية ومن كل المبادرات المغربية التي تم القيام بها من أجل كسر الجليد ما بين المغرب والجزائر. ويمكن تذكيرنا بمبادرة التي قام بها مثلا الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي في مدينة وجدة ويمكن تذكير كذلك بالعديد من المبادرات الفاعلين السياسيين ومن اتجاه الجزائر واتجاه مختلف النخب الجزائري. لذلك أعتقد على أنه سياسة الممدودة التي طرحها جلالة الملك ويؤكد عليها في خطاب العرش هي تجد امتداد لها داخل الشعب الجزائري وتجد احتضان لها داخل الشعب الجزائري
كما كذلك هي مسنودة ومدعومة طيب. من طرف مختلف القوى الحية شكرا. سواء كانت سياسية أو مدنية أو نقابية مغربية. شكرا جزيلا لك. دعنا نختم مع الأستاذ عباس الوردي. من عمق هذه الأزمة التي هي بين البلدين بين المغرب والجزائر ومن سمو هذه المبادرة الملكية المتجددة بخصوص منظور الحوار بين البلدين كسبيل للخروج من هذه الأزمة، هل ما ينبغي تعليق آمال عريضة على مستقبل العلاقات بين البلدين برأيك ختاما؟ والحقيقة هناك تفاؤل كبير بشأن بناء أو إعادة بناء علاقات مهيكلة تقوم على مواصلة التنمية المشتركة وعلى أساسها النهضة المغاربية. أن مسألة النهضة هي من بين المقومات الأساسية لارتقاء الشعوب برفاهها الاقتصادي وكذلك الاجتماعي عبر احترام الهوية والثقافة وكذلك الدين. إذا هذا الروابط هي موجودة أصلا، ورهان جلالة الملك محمد السادس ما فات يؤكد على أن للمغرب روابط تاريخية تجمع العائلات المغربية بالعائلات الجزائرية وكذلك الدين المشترك وغيرها من الروابط التي يجب أن تساهم المؤسستين الملكية وكذلك الرئاسة الجزائرية في بنائها على أساس قويم ومتين. أساس الخطاب الملكي السامي جاء مرة أخرى ليعطي انطلاقة لقطار المغرب العربي على مستوى رفيع المستوى، وخاصة في إطار هذه المرحلة الجديدة التي يعرف فيها العالم سياسة للبريسترويكا أو إعادة البناء على أساس آخر غير الأساس الذي اعتمده ميخائيل غورباتشوف. الآن هناك صراعات حول المضي نحو إفريقيا التي تزخر بمجموعة من المعطيات. المغرب له علاقات متينة مع مجموعة من الدول لا الإفريقية ولا العربية، كذلك للجزائر حظوة لدى المؤسسة الملكية المغربية. كل هذه المقومات على الجزائر وعلى المؤسسة الجزائرية أن تطوي من خلالها صفحة هذه الضبابية التي لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، لأن سيحاسبنا الجيل المستقبلي على ما نقوم به الآن بالتاليفة لكي نعيد للشعبين مجديهما ولكي كذلك نوفر الأرضية المناسبة للحوار والنقاش. فالعزم معقود على استساغة المؤسسة أو الرئاسة الجزائرية لكل هذه الرسائل الحميدة وكذلك طيب. التي تقوم شكرا. على حسن الجوار التي تبنى من خلالها جلالة الملك جسرا جديدا في ظل العهد الحديث بين المؤسستين شكرا. الملكية لك. وكذلك المؤسسة الجزائرية. شكرا لك الأستاذ العباس الوردي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط. نشكر أيضا ضيفنا الأستاذ الحسين قنون رئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية من القنيطرة، ونشكر أيضا الأستاذ نوفل البعمري الفاعل الحقوقي من شفشاون. شكرا لكم ضيوفنا الكرام، وممتن لمشاهدتكم مشاهدينا الكرام الذين تكرموا بمتابعة هذه الحلقة. بإمكانكم دائما زيارة موقعنا الإلكتروني mediaintv.com للمزيد من الأخبار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.